بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هناخد مع بعض اكسرسايز سريع على ليسن نمبر 6. في الليسن ده احنا هناخد اكسرسايز بسيط خالص. احنا طبعا شغالين في تشابتر نمبر 2 تيكينج كير اوف مي، وفي الاكسرسايز ده هنتعلم ازاي ان احنا نعمل كليننج للفيجيتابلز. طبعا كلمه فيجيتابلز يعني الفواكه او الخضروات، معلش. ومهم جدا ان احنا قبل ما ناكل ان احنا نعمل كليننج للفيجيتابلز. ما ينفع كلمه كليننج يعني تنظيف، ان احنا ننظف، ماشي. وكلمه فيجيتابلز طبعا احنا الكلمه دي عدت علينا اكتر من مره، فلازم نكون بنعرف نكتبها دلوقتي. اللي ما بيعرفش يكتب كلمه فيجيتابلز يبتدي ينزل بيها عمود كده ويحفظ، ماشي. طيب بيقول لي هنا activity put true or false على الجمل اللي قدامي دي. هنقرا مع بعض. بيقول لي هنا vegetables can be eaten without washing. الخضروات ينفع ان هي تتاكل بدون ما نغسلها. هل ده تصرف صح ولا تصرف غلط؟ طبعا ده تصرف غلط. نعمل ايه؟ نعمل false، لان you must clean vegetables before eating. Number two, vegetables can be eaten with pests. ينفع ان احنا ناكل الخضار او الخضروات لو فيها حشرات او فيها حاجة لا قدر الله او كده، طبعا برضو غلط. صح ولا لا؟ ما ينفعش ان احنا نعمل كده، ده طبعا بيبقى false. I can drink أقدر إن أنا أشرب juice which expired at 217. طبعا 217 دي سنة عدت، صح ولا لا؟ وبالتالي أنا expired دي كلمة جديدة. expired دي يعني فات الصلاحية بتاعتها، خلصت، إن الصلاحية بتاعتها انتهت. هل ينفع أكل حاجة الصلاحية بتاعتها منتهية؟ طبعا لا، ما ينفعش، ماشي. طيب can use the broom to clean vegetables. هل ينفع ان انت تستخدم المقشة او المكنسة في انك تنظف الخضروات؟ يعني لو ماما مثلا جايبة طماطم مثلا من السوبر ماركت وقالت لك خد روح اغسل الطماطم دي او روح اغسل لي الطماطم دي، هتروح تجيب المقشة وتعمليها؟ طبعا لا، طبعا ده فولس. I can eat this piece of cheese. شوف شكلها عامل ازاي، شكلها وحش جدا. يبقى انا ما اقدرش ان انا اكل ده. يبقى كلهم ايه؟ كلهم false. You must clean vegetables before eat. ولازم كلمة vegetables، خلاص، لازم ان احنا نتعلم ازاي ان احنا نكتبها، ماشي يا شباب. ده كان lesson number 6. هو lesson سهل جدا، وياريت ان انتم تذكروه النهاردة على طول. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق، ونتقابل في lesson number 7 في الفيديو اللي جاي. باي باي.